السلام عليكم الدراري، نتمنى ان شاء الله تكون بخير وعلى خير. امسيه سعيده. واش كاع باش نقضوا عام مسات النيان سوبر مارشي غيد؟ واش كاع غادي نقضوا كرطا وسوين لي كان بسيطه. المهم زدت فات فان الزرع هاي مكاتين الحصير مكاتين بيمو مكذا وكذا. المهم راكش مغينا صام مسات سوبر مارشي هذا، نزل اثمنه نتاو سوينات ما بين الفرق نقر المغرب دا مسات غيد. راه نزل حتى الثمن الكارو اللي غلي غا مسات المغرب مش كيقال الثمن، راه نزل غير مش كيقيسي كاع الكارو. يلا تبارك الله عليكم، خلينا ندخلوا باش نشوفوا هاد السوبر مارشي شنو فيه. يلا زرات زاد الدراري الشيبس هاد المشكل سكر المغربي هاد لي وغادي الا ركنت في المغرب غادي سكر 30 درهم مي 25 درهم على الاقل. الشيبس شكو الشيبس يغلى يغلى غمصات المغرب. زرات مشكل غادي سكر 15 ليرة، يعني زودي خدني كله اسيدي انو كله مش كتلقى 15 ليرة خلي حمالي 9 درهم وربي زري ستفتو انا غادي المغرب 9 درهم. دوريتوس دوريتوس لا كاليتي لي تشيبس هادي يعني شي حاجة ناضية. ايه رخص غير يدير خصيدها خيرات 15 ليره هكا 15 ليره 12 ليره هذا كويان 12 ليره اللي خدني 6 دراهم مغربيه مش كاين بلاصه لا راك شتا كيلو تا قبيل منك شوف فن صافي. وهادي هادني 12 ولا هادي نزرك راني يعني هادني 12 6 6 ليره اللي خدني 60 ريال مغربيه. ها 60 ريال هادي غير المغربيه تيسكر هو اللي مزينه في موانه هو واد مويانه سي داري سكر المغرب 10 درهم تقريبا كيسكر هذا كوكا. المهم غير تاع كيسكر 6 درهم مثلا 60 ريال يعني 3 درهم مغربيه 6 ليره تركي. لي تشيبس هاد غير الزريعه حتى انت 20 ليره تسكر الزريعه حتى انت نظن مش تبارك الله عند الزريعه مش كاين 20 ليره يعني 10 درهم حتى غير كيس نص كيلو كيس الا نغدا مش كاين حتى غير تدخل احمد غرام ولا كيس غرام اش؟ 180 غرام 180 غرام 180 غرام سكر اسيدي 20 ليره يعني 10 درهم مغربيه هاتيها. المهم لي تشيبس هادني 12 يفرق بين الانواع لي تشيبس غادي لنا وهذاك داري سكر 15 واعر هو زر مش كيسكر بزر زر مش كاين الا الشيبس 15 ليره 15 ليره يعني يعني 140 ريال مغربي يعني غد 150 ريال مغربي تولا تيستوي تغل المغرب. لا نتبع هاد المسائل اللي رخصنت غيد غلا نتغل المغربي اللي نتبع هاد المسائل اللي رخصنت غل المغرب غلو نتغيد يعني غير فكره فقط تيسكاكش مصيان سوبر مارشي دري غادا وي غيكرا نتغاو سماسات ديبانا غيكرا نتقاطق كلو ايوا يبيني غادني علاش هاد التورنس هو زوين البيسكوي مش كاينه هو غيلاد هي البيسكوي تيسكر 22 ليره 22 ليره زيد خدمت 220 ريال مغربيه 12 درهم مغربيه 11 درهم مغربيه يعني من طول البسكويت غير خسريت شويه. اش كدا نزر الريد بول مش كاغي تسكر الريد بول الريد بول الريد بول لا وصيان رست لكم المونادا المونادا يترور غادي يسكر 14 ليره باش لينيرجي بزاف يا لينيرجي بزاف حتى يرخصيه زعما مش كتسكر خلينا خلي احمد غادي للثمن ساكن خلات تسكر كان 5 دولارات 5 دولارات يعني زيد خدني حتى 2 دراهم و50 مغربيه اختا ديك 500 500 مي 500 ملي يعني نص تطرو كان 7 دراهم 7 دراهم عطيك انا المغرب راه استيدا في السوق كاع ما انت كنت نطعو سيوينا راه غلا انت غلا المغرب رخص انت غيد ولكن انت المغرب تسمو كان ماني كايكا مغرب يفجي جيا استوى المغرب يرشق الهيلا قلت لهنا الحمد لله نشكر ربي في المغرب هنا لاندومي حتى انت لاندومي غادي ترخص غير لاندومي مش كوكا غيتسكر لاندومي 5 ليره 5 ليره ترخص هاد لاندومي ولا حتى اختا اللي تيني غمص اللي باك الكوبات يعني اللي تيني تيتسند كلها عادي. المهم الا الا غيدا الا غي ديال يلا العصيره الدراري راه يتعجى بزاف بزاف ناضي العصيره غيلاد يختي ترزم ترى نتفات مثلا زود بين الخوخ الا نقيس نتفات الخوخ بين غوكنس يعني نتفات الخوخ بين مربعات مزينين غمصتين غوكنس يعني ميم طور تسات العصير وميم طور تستمتع تسمصتين المذاق الخوخ نيض الموكني غدينا كاع وميم طون ارجس تفات الحبيبة تن الخوخ مصاتين ونس يا سلام ايكو حق الضب للفن عزا داري هو دائما ارجس ساخصنا تقرا اي واس يا رخصي سكرا 8 ليرة مش كاين 8 ليرة خلاف 8 ليرة زودي خدني 4 دراهم مغربية ياك 4 دراهم مغربية يعني هاتيها يناضي واعر
عجبين كي غدا هو اللي قيسي مقرن هذه اسك هو اللي قيسي مقرن بزاف راه ام داك استفدت الحبيبه تن مقرن شويه يبولكي ولا مالك الريد بول زيد الريد بول غير درت بزاف د الانواع اختا جاست باور تي اختا تايجر مازال تايجرين يا تيلي شارك ولا ميغا بلو تيلي اختا تيلي اختا تيلي اختا تيلي الريد بول يعني زرت اختا يا داسن بزاف اصاحبي بزاف الانواع اللي ولكن لا كاليتي وداخل الحمد ما ختم ما اختار ربي زر ختم ديسن ختم ديا القهوه بارده زرت القهوه بارده ماني كنسكر ميدنا حق ربورتي تسد بلا عجيبه 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 يا سلام اي تعجب ولكن نسكر 20 ليره مثلا 10 درهم مغربيه ولكن ناضيه ماشي القارو داغ القارو داغ غير الباكيت القارو سكر 15 درهم الباكيت القارو ماربورو اللي سكر نغ المغربه ولي كل غلا غير يجا 30 درهم يجا 30 درهم اوه هاتي اختا هو دا الى اللي هو دوري يسكر 40 درهم هو 30 300 درهم كيسكر 300 اللي كل غلا راه تسكر ناك 30 درهم كل غلا يعني الباكيت القارو 50 ليره وتوك بالضبط امبا هذا السيجار انك هذا اوتوزوش بشوك او بارلمنت اوتوزوش بشوك اوتوزوش بشوك 33 33 كل غلا 33 بيدب مالبورا يعني مالبورا اوتوزوش تاع ايه مالبورا امبا هذا امبار كيسين 33 ليره تاعلي كل غلا تاعلي كل غلا 33 ليره يخدمت في المغرب لا انزل مشكل هذا مباشره غادي نسكر حساب غير 33 ليره 33 ليره مشكل هذا في سمصاتين الباكيت اللي قرايت في الجمع اللي يسكر اللي كل غلا اللي يسكر 800 تاعلي كل غلا 20 درهم تاعلي كل غلا هواتي تاعلي كل غلا نغلم المغربي ربي هذا السكره السكره 800 درهم غدا امبار السكره بزاف بيوم سنك هذا 60 ضربه بلي يوزيكي ليرا ابو نمر زيد هابا تبي تبي المهم بزاف بالو بيليودو ايه المهم كذا يا زيد هاي نظام اول 2 ليرا يوكاري جبتي بارك الله عليكم الدراري المهم كانت هذه غير جوله خفيفه فما صات النيه للسوبر مارشي اتمنى ان شاء الله كنا عجب الفيديو تبارك الله عليكم الدراري كنا حضر بي